الطفل مو أداة بالبيت، لا تنظر للطفل كما تنظر إلى المروحة أو المكيف، لا، الطفل شيء آخر. أكو في الأحاديث: أحبوا أطفالكم، أحبوا أطفالكم. واحد يحب الطفل. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لابنه الحسن: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. يعني هكذا، شلون تنظر إلى نفسك، شلون تهتم بنفسك، بهذه الطريقة يجب أن تهتم بطفلك، مو بأكله وشربه، هذا شيء طبيعي، هذه وظيفة شرعية، الاهتمام بشؤون الطفل كلها، بما هو لائق بشأنه ومقامه. راجعوا كتاب النفقات من كتاب النكاح. الأب واجب عليه يوفر في صورة القدرة كل ما يليق بشأن الطفل من أكل وشرب ومسكن وما أشبه ذلك، حتى إذا سيارة لائقة بشأنه ماكو محذور، وأنت قادر وفر له السيارة، واجب وجوبا شرعيا. ولكن الأهم: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. حياته الباقية رهن بهذه التوجيهات وبهذه الإرشادات.